في الحلقة دي هقول لكم باختصار شديد ازاي تعملوا سلايم. هنجيب علبة غيرة بعشرة جنيه، وهنجيب علبة فاضية، وهنجيب ازازة مية، هنضيف كمية بسيطة وهنقلبها كويس، هنضيفها بالعلبة الفاضية ونقلبها كويس، هنضيف اللون بتاعنا وهنقلبها كويس، وهنقلبها كويس، هنضيف المحفز وهنقلبها كويس، هنضيف محفز تاني لاحظ التماسك، هنقفل العلبة ونسيبها نص ساعة كده. السلايم بتاعنا جاهز للاستخدام، ودي كانت حلقة النهاردة. حبيت اوضح لكم طريقة عمل السلايم باختصار شديد. طبعا المحفز بتاعنا عبارة عن خليط ماء بمادة الدنكار، وده بيتباع عند اي عطار. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنقدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.